إذن فيجب علينا دائما أن نصحح نظرنا، وبذلك بأن نصوب أنظارنا في شؤون الدين إلى من هم فوق، وفي شؤون الدنيا إلى من هم أقل منا. فذلك كما جاء في الرواية الأخرى في الحديث: أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم في شؤون دنياكم. وفي هذا يقول صاحب الطمأنينة والإيمان والسكينة: وقد لجأ إلى ظل شجرة فجلس في الظل، ثم أخرج كيسا فيه كسر يابسة، فأخرج كسرة من الخبز يابسة، ثم صب من الكوز الذي معه ماء، فبلل الخبز بالماء ليصوغه ليأكله، فشرب وأكل، فأنشأ يترنم بأبياته يقول: ماء وخبز وظل، هذا النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل. قال: إذا أنا قلت إني مقل وإني فقير وإني معدم ما عندي شيء، جحدت نعمة الله. ماء وخبز وظل، هذا النعيم الأجل. ومد ذراعه فتوسده فنام، ويرقبه ملك من قصره من بعيد، ويقول: من هذا الذي يأكل ويشرب ويغني وينام في الشارع تحت الشجرة، ونحن ما يستاكل لنا الأكل سواء بأنواع الأطعمة اللذيذة، ولا نتهنى نومنا؟ فأمر من يتيبه إذا استيقظ فدخل عليه، قال: ما كنت تنشد؟ قال: كنت أغني أقول: ماء وخبز وظل، هذا النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل. فأدخلوا للملك شربة ماء، فقال: يا حضرة الملك، لو محيل بينك وبين هذه الشربة إلا بنصف ملكك كنت تشتريها؟ قال: وكيف أصنع إذا لم أجد إلا ذلك؟ سلمت نصف الملك حتى أشرب الماء، حتى لا أموت من العطش. قال: فإذا شربت ثم انحبس عنك البول، فلم يخرج إلا بنصف الملك الثاني، فماذا تصنع؟ أكنت تسلم نصف الملك الثاني؟ قال: ولا كيف أموت بالألم فيه وكيف أعمل؟ أسلم نصف الملك الثاني. قالوا: فأف لدنيا لا تساوي شربه وبولة. قال: هذا الملك حقك لو امتلاك الله فيه بشربه وبولة بيكمل وبيروح. نحن في نعيم الحمد لله، ما نقص علينا شيء من الفضل، بماء وخبز وظل، ومن منا دون هذا الحال؟ ما أحد منا ما يجد ماء وخبز وظل في كل يوم من الأيام، غير الماء نشرب، شيء حار وشيء بارد نشرب، أو لا شيء مسخن مدفى بالنار وشيء بارد نبرده ونشربه في اليوم والليلة كذا كذا. وأين شهود هذا النعيم الأجل؟ فأحرى أن يكتب ذاك العبد شاكرا عند الله تبارك وتعالى. وهذا الذي زادت عنده النعم ولم يستشعر، أحرى بأن يكتب جاحدا للنعم والعياذ بالله تبارك وتعالى.